بعد تعيين رئيس الجمهورية لعبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية عن الوزير الأول المرسوم التنفيذي المحدد لتشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. اللجنة الخاصة المتكونة من كفاءات المجتمع المدني المستقلة تتشكل كالآتي: المرسوم التنفيذي حدد من خلال مواده طريقة عمل اللجنة، فهي تجتمع بناء على استدعاء رئيسها وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها، كما بإمكانها استشارة كل شخص لكفاءته أو خبرته، وكذا الاستعانة بالهيئات والمؤسسات الوطنية التي من شأنها أن تساعدها في أشغالها. كما تقترح اللجنة على رئيس الجمهورية قصد التعيين قائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة.